تعتبر التطعيمات ضرورية في رحلة الحياة من المهد إلى مستقبل مليء بالتحديات، ومن الضروري أن تبقى اللقاحات في بالك وفي كل خطوة منذ الطفولة إلى مرحلة الرشد في كافة مراحل الحياة. وتعد اللقاحات ضرورية لأنها تحميك في أكثر المراحل التي تكون فيها معرضاً للإصابة بالعديد من الأمراض. منذ الولادة يحتاج الأطفال إلى التطعيمات، وأيضاً يحتاجونها عندما يبدأون المرحلة الدراسية، وكذلك البالغين فإنهم لا يكبرون أبداً على الحاجة إلى التطعيمات. وقبل أداء مناسك الحج والعمرة فإن التطعيم مهم أيضاً. ومهما اختلفت وجهة السفر، تأكد من حصولك على اللقاحات اللازمة. التطعيم ضرورة، فاحصل على التطعيم الآن.